السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مذكرة شيكو. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع جديد ما كيشبهش المواضيع اللي طرقت لها من قبل. فالموضوع ديال اليوم هو العلاقات المغربية الجزائرية، خاصة الحدود المغربية الجزائرية. فالحدود المغربية الجزائرية هي من أسباب أو سبب من أسباب المشاكل اللي كاينه بين المغرب والجزائر. المغرب تحتل سنه 1912، الجزائر تم الاحتلال ديالها سنه 1830. اذا من 1830 حتى 1912 هي 82 سنه. الجزائر لم تكن بدولة آنذاك، كانت تابعة للحكم العثماني. الجارة اللي ولات عند المغرب منذ سنة 1830 هي فرنسا. فرنسا اللي كانت آنذاك قوية جدا احتلت الجزائر، ومن طبيعة الحال المغرب ما غاديش يبقى مكسوف الأيدي، فبقى كيساعد الجزائريين على رأسهم الأمير مولاي عبد القادر الجزائري. هذا الأمير هذا اللي كان من الناس اللي ناضلوا من أجل تحرير الجزائر، ولكن كان دائما كيتلقى الدعم من المغرب، بحكم أن المغرب أولا كيربطوا علاقات تاريخية مع الشعب الجزائري، أو الجار ديالو الشعب الجزائري اللي كان كيرزق آنذاك الاستعمار الفرنسي. إضافة إلى ذلك، فكان نعرف أنه العلاقة بين الفرنسيين والمغاربة كان دائما تشوبها مناوشات وغيرها، وأن المغرب كان عارف أنه كان واحد نزعة استعمارية عند الفرنسيين، فدائما كي يخلي أنه بحال كاينة واحد الجبهة تما، يعني أنه احتلال الجزائر يعني احتلال المغرب، لأنهم يعني مجاورين. كان كيمدوا الثوار بالسلاح والعتاد، وهذا هو السبب اللي خلات فرنسا كتشن واحد الحرب اللي كانت سنة 1844. هذه الحرب اللي كتسمى بمعركة إسلي، اللي كانت سنة 1844، وللأسف أن المغرب نهزم في هذه المعركة بحكم أنه ما كاينش واحد يعني تكافؤ القوى بين المغرب وفرنسا. انهزام المغرب أدى إلى واحد المعاهدة اللي تبرمت معه، من طبيعة الحال أنه دائما المنتصر كيكون في موقف قوة، المنهزم كيكون في موقف ضعف، وهنا كيخلص كل شيء. فرنسا وقعت اتفاقية أو معاهدة لالا مغنية. هذه المعاهدة هي من أجل ترسيم الحدود بين المغرب وفرنسا آنذاك، لأنه لم تكن تذكر الجزائر. بموجب هذه المعاهدة فخسر المغرب عدد ديال المناطق والأراضي ديالو، ومن بينها لالا مغنية، ومن بينها لأن كانت الحدود حتى نهر الشليف، فالمغرب خسر عدد ديال المناطق، كذلك في بشار، كذلك في تندوف، وكذلك الجنوب انهم دخلوا الصحراء ديال المغرب. انهزام المغرب كيف ما قلت انه ادى الى عواقب وخيمه، ولكن المغرب بفضل ثاني عود الابناء ديالو البلاره وبالثوار ديالو بالفدائيين ديالو، فقاوم هذا الاستعمار هذا رغم انه المعاهده سطرات، ولكن للأسف أنه الحدود ما بقاتش، رجعت كيف ما كانت، وبقى المغرب كيناضل مع الإخوة ديالو الجزائريين حتى خداو الاستقلال ديالو. محمد الخامس ما بغاش يبرم اتفاقية مع فرنسا، قال حتى تشد الجزائر اتفاقية ديالها ونبقاو كإخوة أننا نقادو الأمور ديالنا. ملي خدات الجزائر الاستقلال ديالها سنة 1962،
ما بقاش هذاك الشيء كيف ما كان من قبل، وكانت للأسف معركة تسمى بحرب الرمال. هذه المعركة اللي كانت سنة 1963 بين الإخوة الأعداء. للتوضيح فقط، فمعاهدة لالا مغرية كانت واحد نقطة سوداء وأثرت كثير على العلاقات المغربية الجزائرية. هذه المسألة ديال الحدود ستفك بحوار، تفك بأننا نرجع للتاريخ. كنتمنى أن يسود السلم والسلام بين الأشقاء المغاربة والجزائريين وجميع الدول، ونكونوا بخير وعلى خير، ولاش لا تفسح الحدود. نبغي نقول أنه التاريخ دائما كيكسب، فلذلك فالساسة خصهم يكونوا في المستوى المطلوب من أجل الشعوب ديالهم، من أجل السلم والسلام، وما يدخلوش الشعب ديالهم إلى هاد المتاهات كيف ما كنعرفو. إذا عجبكم هذا الفيديو هذا، بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وديروا تعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.